استخدام المعامل المرمز بإشارة الاستفهام. إن هذا المعامل مشابه لعبارة if، لكنه يعيد قيمة من تعبيرين مفصولين بنقطتين. أحد التعبيرين يستخدم لتوليد قيمة تعتمد على نتيجة اختبار التعبير الشرطي إذا كانت نتيجة الشرط true، والتعبير الثاني يقوم بتوليد قيمة إذا كانت نتيجة الشرط هي false. كما يظهر ذلك من خلال البنية التالية، وسنقوم بشرح هذا التعبير من خلال مثال عملي. قم بفتح مستند نصي جديد، وضمن معرفي البداية والنهاية في لغة PHP قم بإسناد القيمة 5 للمتحول X، ثم قم باختبار المتحول X فيما إذا كان يساوي القيمة 5، ثم اكتب المعامل المرمز بإشارة الاستفهام، وبين علامتي تنصيص اكتب القيمة المعادة إلى المتحول test في حال كانت نتيجة الشرط هي true، ثم اكتب العبارة الثانية في حال كانت نتيجة الشرط هي false. الآن قم بطباعة المتحول test من خلال التعليمة print test. احفظ الملف ضمن المجلد htdocs وليكن اسمه con.php. قم باستكشاف هذه الصفحة ضمن مستعرض الويب، وستجد أن المستكشف قد طبع العبارة الأولى والتي تم إسنادها للمتحول test، لأن قيمة المتحول x هي 5. عد إلى المستند النصي وغير قيمة المتحول x إلى 7، ثم قم بحفظ الملف. عد إلى مستعرض الويب وستجد أن المستكشف قد طبع العبارة الثانية والتي تم إسنادها للمتحول test بسبب عدم تحقق الشرط.